مساء الخير. لما تتجول في المدن السعودية وتشوف تطورها العمراني الكبير، لابد تسأل نفسك سؤال: كيف صار كل هذا خلال عقود قليلة من الزمان؟ ومين اللي مهد الطريق لهذه الحياة الحضارية؟ بالطبع الدولة هي الأساس، ولكن كان في رجال غامروا وكافحوا وأنجزوا بعد ما عاصروا بدايات تأسيس الدولة، رغم تحديات التأسيس الأولى بفقرها وقسوتها ورمالها اللي تحولت إلى شوارع ومدن فسيحة. من بين هؤلاء الرجال حمد، اللي طفولته التصقت برائحة بيوت الطين القديمة وهو يشارك والده في بناء هذه البيوت، وخالط أهلها وعايش قصصهم المؤلمة قبل السعيدة، ولكن لما انكبر واشتد عوده مد لهم جميعا يد الخير حتى أصبح معروف بينهم بالوفي الأمين، فأكرم الله سبحانه وتعالى وأصبح أحد سادات العقار في الشرق الأوسط كله، وأحد أسباب نهضة الرياض. رجل المساهمات العقارية المبروك الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان.